متفرقات. ولادة لطفل بعين واحدة. إنفلونزا الطيور من جديد. العالم يشهد انقطاع في شبكة الإنترنت. الطوارئ من قلب باريس بعدما كان ممنوعاً. دول تبيح زواج المثليين. انفجارات تهز موسكو. أثيوبيا تدخل دوامة الحرب الأهلية. الخطر يلاحق بوتين. الفيضانات تغرق مدن الساحل الشمالي الأفريقي. إيلون ماسك رجل عام 2022. بداية العام يشهد وفاة شخصية عالمية. متحور كورونا الجديد يصيب الطفل. امرأة تقود فرنسا. نتيجة للحجر المنزلي بعض الدول تفعل نظام الزواج الإلكتروني. النساء على الواجهة في المحافل الدولية. صحيفة شارلي إبدو وحدث يهتز له الإعلام. التيك توك يكتسح منصات التواصل الاجتماعي. روسيا تدخل في العمق الأوكراني ومجلس الأمن يتدخل. الكاميرون يحصد كأس أفريقيا. البترول بين أعلى ارتفاع وأدنى انخفاض. مشاهد وأحداث تعيدنا إلى القرون الوسطى حيث الشمعة والفانوس. كائنات منقرضة إلى الواجهة وكائنات حديثة إلى الانقراض. غيمة سوداء وظلام دامس يخيم على القارة العجوز. موقع تواصل اجتماعي جديد محط أنظار المستخدمين. الخطر يلاحق الأميرة هيا. الروبوت في المطاعم والمطارات وتقديم نشرات الأخبار. تلسكوب جيمس ويب ينقل أخبار صادمة وبداية فعلية لغزو الفضاء. كيم جون واتفاقية مشتركة مع الصين وروسيا. العملات الرقمية للتداول العالمي. الصين تصعد من تهديدها تايوان والبوارج الأمريكية ترفع حالة الإنذار في بحر الصين الجنوبي. فضيحة كبرى تخرج ماكرون من سباق الرئاسة. مدن تشهد ظلام دامس. كورونا ينتقل إلى الحيوان. كأس المونديال لأول مرة أفريقي. تركيا تتعرض لهزتين أحدهما اقتصادية ترفع قيمة التضخم إلى أعلى مستوى وأخرى بيئية ترفع صوت الاستغاثة لمدينة منكوبة. البيتكوين في أعلى ارتفاع أمام الدولار. العالم يشهد أزمة وقود وأوروبا تتصدر المشهد. عاصمة الضباب تنكس الأعلام. التظاهرات تعم الشارع الإيراني وفوضى وانفلات أمني. ميسي يصدم محبيه. اعتداء إسرائيلي يطال المفاعل النووي الإيراني. نكايب الاتحاد الأوروبي أردوغان يفتح الحدود للمهاجرين. قاهاني بموقع الاستهداف. بعد حلقها للشعر شيرين تخلق موديل ينتشر بين الفنانات والمشاهير. التطرف يضرب رموز المسيحية ومن ديانات غير سماوية. الجراد يغزو العالم ويثير حالات ذعر بين الناس. الولايات المتحدة تعلن الطوارئ وانقطاع التيار الكهربائي. مقعد الرئاسة يخلو من جو بايدن.